فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. كلما قلنا عساها تنجلي قالت الأيام هذا مبتداها، إنها الحرب أيها السادة، فشرارتها تتأهب لتجوب شوارع أوروبا قبل أن تشعل مدن العالم. الدب الروسي يعلن التعبئة العسكرية، والعمسام يراوغ ويلمح بترك حلفائه. أمير الحرب يقولها للأوكران: لا مزاح بعد الآن. فما الذي في جعبته؟ التنين الصيني يأمر جحافله بالاستعداد للقتال، وعراف صربيا: ميعادكم بعد 60 يوما للحرب العالمية الثالثة. النفس الطويل. 7 أشهر من الهجوم الروسي على أوكرانيا، وظن الكثير أنها أوشكت على النهاية، ولكن فجأة هناك من جعل هذه المدة من الحرب وكأنها مقبلات قبل الوجبة الرئيسية. نعم أيها السادة، القيصر الروسي يفاجئ العالم ويعلن التعبئة العسكرية الجزئية في خطاب أمام الشعب الروسي. لقد تجاوز الغرب في سياساته المناهضة لبلادنا كل الحدود الممكنة، ولم يعد سرا الحديث عن تدمير روسيا بالكامل في ساحة المعركة باستخدام كل الوسائل الممكنة. بوتين الذي لا يغضب بدا غاضبا هذه المرة، ولوح للناتو باستخدام النووي فعلا، وذكرهم بامتلاكه أسلحة أكثر تطورا مما يملكون دفاعا عن أراضيه وسيادة بلاده. كما قال: الرجل لا يمزح، ويبدو أنه لن يقبل بتواجد الناتو فوق رأسه. خطاب بوتين قابله جنون من تصريحات الدول الأوروبية التي توعدت بالرد، إلا أن تصريح العجوز الأمريكي بايدن كان مختلفا، وعبر فيه عن رغبته بإنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل عادل مقبول للجميع. فهل سيتخلى العجوز عن حلفائه؟ وماذا يقصد بأن واشنطن ترى أنه لا يمكن كسب حرب نووية ولا ينبغي إطلاق العنان لها؟ تكتيكات جديدة. جندي بوتين المفضل وأمير الحرب رمضان قديروف في الموعد دائما، ومن قناته على تليجرام يؤكد أن ما مضى مجرد مزاح صبياني. 7 أشهر من الحرب مزاح؟ ما الذي تقوله؟ وماذا بقي لديك يا ابن بوتين؟ يقولها قديروف: كل شيء. نحن ننتقل إلى تكتيك جديد للعملية الخاصة ضد الأوكرانيين، لن نمازحهم بعد الآن، وعليهم الاستعداد للتكتيكات الجديدة. هل يقصد قديروف أنه سيتم استخدام ما يخشاه العالم؟ ورقة خلاف جديدة. القطب الشمالي منطقة كان يراد لها أن تكون ساحة سلام بعد إعلان آخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف ذلك في أكتوبر عام 1987، لكن روسيا تراه اليوم جرفها القاري، وتواجد دول الناتو العسكري هناك يستفزها. نيكولاي كورتشونوف سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية ورئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، أكد أن الوجود العسكري البريطاني في مناطق خطوط العرض العليا من القطب يحمل طابعا استفزازيا ويزيد من التوتر العسكري هناك. القطب الشمالي ورقة خلاف بين روسيا ودول حلف الناتو، كيف لا وهي منطقة اقتصادية تحتوي على 30% من احتياطيات الغاز الطبيعي غير المكتشفة في العالم، و 13% من احتياطيات النفط العالمية، إلى جانب كميات ضخمة من معادن أخرى مثل الزنك والنيكل والنحاس وعناصر طبيعية نادرة تدخل في الصناعات الدقيقة. روسيا تمتلك حاليا العدد الأكبر من حقول الغاز والنفط في القطب الشمالي، وهو 43 حقلا مقابل 11 حقلا لكندا، وستة حقول للولايات المتحدة، وحقل نفطي واحد للنرويج.
ناهيكم عن الاقتصاد، لا ننسى القدرات العسكرية لروسيا في القطب الشمالي وامتلاكها أسطولا يضم أكبر عدد من كاسحات الجليد النووية وغير النووية، ما يقارب 40 سفينة، فيما تمتلك كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا نحو 10 سفن فقط، وهو ما يتيح لموسكو حرية الحركة في الممرات الملاحية المتجمدة للمحيط القطبي الشمالي. ليس الملف الأوكراني ما يهدد العالم، بل هناك ما هو أكثر تعقيداً منه، فلمن ستكون السطوة في الشمال في نهاية المعركة؟ الرئيس العراف. لم تقتصر التنبؤات عن قرب الحرب العالمية الثالثة على العرافين وحسب، بل حتى الرؤساء تركوا مهمتهم الرئاسية وتحولوا إلى عرافين. الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قال إن الأشهر المقبلة قد تشهد خلال شهر أو شهرين بدء نزاع عسكري في العالم يمكن مقارنته بالحرب العالمية الثانية. ويحك يا وجه الغراب، وكما قال الشاعر: إذا نطق الغراب فقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب؟ صح لسانك. لنكمل، الظريف أنه وبعد كل هذا وأمام وضع لن يرحم أحدا، قال فوتشيتش: في حال نشوب هذا النزاع سيتعين على بلغراد الحفاظ على العلاقات مع جميع الأطراف من أجل الدفاع عن مصالحها الخاصة. إنها ليست مباراة كرة قدم أيها الغراب، هي حرب ضروس كما قلت أنت. التنين يتأهب. التنين الصيني صديق الدب الروسي لم يكتفي بمتابعة ما يدور حوله فقط، بل أعلن الاستنفار، فيا لها من أيام عصيبة قادمة. الرئيس الصيني شي جين بينغ وجه جيشه أن يركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقية. نعم، كما سمعتم، أعمال قتالية حقيقية أيها السادة. وطالب قادة جيشه بالالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش. فما الذي تفكر به أيها التنين؟ حول العالم، كابوس الشتاء يدفع الأوروبيين إلى سرقة ونهب الحطب في عدد من المناطق، وزاد من يأسهم وفقا لما قالته صحيفة واشنطن بوست. مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس يعلن عن مراجعة شاملة للأمن والدفاع والسياسة الخارجية وتحديث عقيدة الجيش نهاية العام مع التركيز على روسيا والصين. هل هذا إعلان واضح للعداء؟ متابعين الأعزاء، ما هي مآلات المعركة بعد إعلان بوتين التعبئة العسكرية؟ وهل سيتمكن الناتو من تقليص التواجد العسكري الروسي في القطب الشمالي؟ نسعد بقراءة توقعاتكم في خانة التعليقات.